إيلات خلاني موجودة في البيت المصري في كل ذكرى لأكتوبر المجيد، غير من نوعية تقديم الأفلام العسكرية لأنه كان فيلم حساس بسيط بخاطب القلب، وفي كم من المصداقية شعت في الفيلم ده، خلت الفيلم ده مهما قدم الناس حباه وحابة تتفرج عليه. وطبعا انت عارف انت واكبتنا في كل الجوائز الكتيره اللي خدتها عن الف ليله وليله، لكن الجائزه دي النهارده دي حاجه تانية، دي جايه من البيت المصري. كنت لسه بسجل مع النجم الكبير عزة العلايلي، وهو كان قائد بقى المجموعه بتاعت ايلات. استاذ عزة من الشخصيات الجميله اللي بيتبنى الشباب وبيشجعهم، وروحه شابه، يعني كان معانا شاب من الشباب، وربنا يخليه ويديه الصحة ويبقى موجود في الوسط الفني ويبدع.